السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ معكم زهور. اليوم جيت وجبت لكم فيديو وتحدي جديد من تحديات رمضان. الله يدخلوا علينا في الصحه والسلامه وطوله العمر ان شاء الله ليا وليكم. بغيت نقول لكم اليوم الحصه غادي تكون 10 دقائق من تحديات اللي غادي نركزوا عليها خلال هذه المده هذه ديال 10 دقائق للجسم السفلي. غادي يستهدف لكم، يعني غادي يشد لكم الجسم وغادي تحرقوا دهون للمنطقه السفليه. ماشي وجاتي ثانية حركات علي علي برافو تمشى مزيان داير على كرشنا دايما شوف القدام امشي شفت البطن البنات يعني شفت البطن داخل عندنا زيروا على المعدة كما قلت لكم اليوم غادي ان شاء الله نركزوا على الجسم السفلي برافو دخلي كرشك دي جي او جانكيك يعجبوكم بزاف برافو علي خدموا الضمير وشفتوا البطن ديالنا وزيروا على عضلات البعيدة يعني زير عضلات علي دخلي كرشك اوكا علي ودخلو كرشنا برافو نفس مزيان حاول تمشى بضمير هبط علي دخلي كرشك هاتلي ورميان علي درنا 15 ثانية في هذا الرجل ونصور 15 ثانية في الرجل الأخرى برافو نفسي مزيان دخلي كرشك زير الحركة زير على العضلات شفت بطنك دي جي او جانكيك هنعود نفس الحركة عارف برافو غير على المسكر ديالي يعني الجسم ديالي نحاول أن نتحالي نتحكم فيه مش هو يتحكم فيه مرة هذه مشينا 30 ثانية دابا غنمشيو 30 ثانية أخرى آلي برافو أوكا
برافو زين على بطنك شفني البطن برافو عالي تمشى والبطن ديالي مشدود برافو لازم تكون متحمسة البنات لازم من حماس لازم من إرادة لازم من عزيمة باش نوصلوا الحق وكاع النتائج التمارين هذه سووها في البيت 10 دقائق كل يوم راح تشوفوا نتيجة رهيبة وعلى ضمان برافو شنو غادي نعمل دابا هاي فات برافو هاكا تحسوا بحريق برافو هاكا نفسي دخل بطنك شفتي بطنك هاكا ماشي نسويها مرة ثانية لازم التنفس برافو نسويها مرة ثانية هالي جهزوا حالكم برافو هالي ممكن تسووا اي حركه تحبوا يعني الفوق اي حركه تحبونها سووها اللي بغيتوا ديروها البنات ديروها يعني جسم العلوي انا نفضل غادي نخلي هيك عشان ما نركز على الجسم الفوق ونركز على الجسم التحت هالي برافو تحسوا الحريق يعني حتى المؤخره تاعنا تحسوا فيها تتشد برافو سمحوا لي بنات لاني نحاول نوصل حتى الميساج لان معنا بنات خليجيات يتابعوني تحيه الناس السعوديه تحيه الناس الامارات برافو شفتوا بطنكم البنات شفتوا عندنا وتنفسوا مزيان اش غندير هاكا دائما الركب ما تخرجش على برا يعني ديما ركبي ديالي ما تفوتش المشي ديال القدام يعني تطلعي هذا التمرين فعال السلولايت برافو عليكم
برافو.